عسلامة مسيو. عسلامة، لاباس لاباس عليك؟ الله يسلمك، كل شيء تمام الحمد لله. الحمد لله. ليه قدم لنا روحك؟ اسمي راجع من السعودية، من الرياض، ولي في تونس الآن يومين. نهارين؟ اي نهارين. مرحبا بك وتحية للشعب السعودي الكل. الله يسلمك. أول مرة تجي لتونس؟ أول مرة أجي من تونس، وأنا من المتابعين لقناتكم صراحة، أشكركم على قناتكم. دائما تتابع فينا. أي والله دائما أتابع فيكم، ودائما ما شاء الله تعطون يعني صورة واضحة لتونس، يعني ما شاء الله تبارك الله. لي يومين في تونس، يعني جمال وكرم أهلها وأخلاق أهلها والطبيعة، وما شاء الله الله يحفظكم إن شاء الله. عيشك، مرحبا بيك. الله يسلمك. شنو كنت تعرف عليها تونس قبل ما تجي؟ والله تونس يعني تونس تاريخية معروفة، يعني المعلومات اللي عندك على تونس. معلوماتي يعني تونس في عندكم ما شاء الله تمتلكون المقومات السياحية اللي نادر من البلدان العربية تمتلكها. عندكم الخضار ما شاء الله، عندكم البحر، عندكم يعني الطقس الجميل. الطقس الجميل خاصة في الشتاء وفي الصيف، في سوسة عندكم، وعندكم الحمامات. فيعني أنا أشتغل في شركة سياحية في السعودية، وتونس يعني أنا عدها من أكبر الدول العربية يعني تمتلك المقومات السياحية صراحة. فمثل ما أسلفت، تونس يعني من الدول القوية العربية تمتلك مقومات سياحية. عشت في أمريكا أنا 10 سنين، ويعني شفت ورأيت من المناظر الطبيعية في أمريكا. صراحة تونس هي ممكن الدول العربية القليلة اللي تمتلك المقومات السياحية اللي تنافس فيها الدول العالمية صراحة. اليوم كنت في سيدي بوسعيد، ما شاء الله تبارك الله، منظر البحر ومنظر يعني شيء ما توقعت، انصدمت صراحة. وهذا أول مرة أجي فيها تونس، ومش راح تكون آخر مرة، يعني راح تكون بلدي الثاني بإذن الله إن شاء الله. الجاية هذه شجعتك باش تعاود ترجع لنا مرة أخرى؟ إن شاء الله ممكن الشهر الجاي ولا اللي بعده. حتى دائما بصور في سناب شات. يعني على فكرة تونس يعني مش من البلدان المشهورة سياحيا للسعودية، لكن الآن صراحة بعد التغطية اللي سويتها في سناب شات حقي، صراحة يعني كثير من أصحابي غيروا رأيهم بيزوروا تونس، وصراحة يعني أتمنى لكم الخير إن شاء الله بإذن الله. يعني من الأماكن اللي انبهرت بها في تونس هي سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد صراحة المنظر، بس تطلع فوق تشوف المنظر هذا، يعني ما توقعت إني بشوف في بلد عربي، يعني توقعت بشوف في بلد أوروبي. يعني صراحة ممكن لي عتب بسيط على الإعلام التونسي إنه ما يعطي لحنا الخليجيين أو للدول العربية على المناظر هذه، لكن بالنسبة لقناتكم ما شاء الله تبارك الله، أنا أشكركم، لأن من الأسباب اللي جابتني لتونس أني متابع لكل قناتكم. مرحبا بك. الله يسلمك. فهذا أنا أشكركم صراحة، وهي من الأسباب اللي جابتني لتونس، يعني خاصة لما تصوروا أنتم في شارع برقيبة ومقابلاتكم مع الناس. يعني أنا بالصدفة وأنا ماشي شفتكم، فيعني قلت أشارك معكم. ممكن كنت متشوق باش تراه شارع الحبيب برقيبة. والله شارع برقيبة يعني ما شاء الله تبارك الله، انصدمت من الترتيب فيه، والجميع المحلات والمقاهي كل شيء متوفر للسائح فيه. أيوه. تعرفت على أصدقاء من تونس؟ والله أصدقاء التوانسة من أيام أمريكا، من أيام الدراسة، وكانوا ما شاء الله خير سفراء لكم، وعندنا في التوانسة في السعودية بيشتغلوا معايا، وهنا ما شاء الله يعني قابلتهم، وشعب مرحب بالضيف، وشعب يعني بيرحب خاصة بالإخوان السعوديين، وعندكم كرم الضيافة والابتسامة، وأشكركم يعني صراحة، يعني شكر جزيل. هل ظهرت لك عادة من العادات والتقاليد متاع التوانسة غريبة شوية على العادات متاعكم في السعودية؟ تقريبا لا، تقريبا مشابهة من ناحية اللغة، من ناحية الثقافة، ما أتوقع في فرق كبير بين إخوان التوانسة والشعب السعودي. يعني نفس اللغة، نفس الدين، نفس يعني ممكن الفرق البسيط اللي هو الطقس والطبيعة فقط، ممكن أشياء بسيطة minor things، يعني ممكن يكون أشياء اختلاف بين الكلتشر الثقافتين، بس بشكل عام in general ما أتوقع في اختلاف كبير. يعني لباسنا مثلا ما هوش كيف شنو؟ وينو اللباس متاعك أنت السعودي؟ لا والله اللباس السعودي ممكن ناخذ منه بريك شوية، أنت إيش في الله يسلمك، فكنا يعني ناخذ منه بريك اللبس السعودي شوية ونجرب اللبس التونسي. معناها فضلت انك تلبس تونسي. وين الشاشية مالها؟ والله الشاشية ان شاء الله بكره باذن الله نلبسها. قلت
لي ملي عشت 10 سنين في امريكا. شنو كان السبب اللي خليك تخرج من السعوديه لامريكا؟ والله اول شيء السبب كان دراسه، يعني درست في امريكا هناك باتشلر وماستر واشتغلت هناك، خدمت يمكن حول 3 سنين 4 سنين، وخدمت في المجال السياحي، اشتغلت في فنادق في واشنطن في نيويورك، وبعدها قررت ارجع للسعوديه. الحمد لله بلدنا السعوديه الان في تغيرات، ما شاء الله السعوديه من خلال السنتين القادمه حتكون من ضمن البلدان القويه في مجال السياحه، عندها مشروع البحر الاحمر، عندها مشروع نيوم، عندها مشروع الرياض، مشروع جده، في مشاريع الحمد لله البلد شغال عليها وباذن الله حتظهر للعيان قريبا. قد ايش تبقى في تونس؟ اسبوعين ان شاء الله. نعم اكيد. فما اماكن سامع بها وتحب تزورها؟ اكيد، في الحمامات، في سوسه، في الجنوب التونسي، في الجزيرة نسيت والله، جربة. جربة هذه برضو من ضمن البلانات إن شاء الله. يعني باش تحاول لماكسيموم في جمعتين هذوما تتعرف على تونس بالكدا. أكيد أنا ما جيت تونس إلا بتعرف على كل شيء، كل صغير وكبير هنا في تونس. شنو باش تحكي لهم على تونس كي ترجع للسعودية؟ والله إن يجربوها، يعني البلد هذا بلد جميل، يعني تكون يعني زيارة والاتجاه للعائلات السعودية إذا قرروا يأخذوا سياحة يجوا تونس هنا. والأكل متاعنا كيفاش ظهر لك؟ الأكل ما شاء الله تبارك الله ما لذ وطب صراحة. أي والله ما لذ وطب. يعني شنو ذقت؟ والله فيه الهريسة والكسكسي وال تاكلوا الحار الأكثرية في السعودية ولا لا؟ ناكل بحارنا. اي في مطاعم تونسيه في السعوديه بتاكل بتقدم اكلات مع تونسيه، يعني في الكسكسي والمقلونه. ناكل كسكسي وناكل، يعني في اكلات تونسيه جربتها يعني في حياتي قبل. يعني قبل ما تزور تونس؟ نعم نعم. السعوديه شنو هو الاكل المشهور عندكم في السعوديه؟ والله في اكلات مشهوره، يعني في اكلات يعني الطبق الرئيسي بتاع السعوديه كبسه طبعا. اي كبسه اللي هي لحم ورز، يعني مقلوبه. في مقلوبة عندنا، في مندي، في مرقوق، في قرصان، في صيادية اللي هو أكلة بحرية، يعني جريلز فيش مع رايس. يعني البلد المملكة العربية السعودية يعني بلد قارة كبير، يعني فيه متعدد الثقافات، فيه يعني في أكيد. فمن الأشياء الجميلة فيه إن فيه تعدد الأطباق من ناحية الأكل فيه. يعني مرحبا بك مره اخرى في تونس، نخلي لك كلمه الختام. عايشه ختام، الله يحفظكم من كل مكروه ويحفظ تونس ان شاء الله. عايشك، مرحبا بك. الله يسلمك، شكرا.